بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع المهم اللي هو طلب العلم، اللي في الحقيقة بينت السنة عنه فريضة على كل مسلم، ولاحظوا من لأهل العقول عنه ما يصيب عنه حد به، اللي هو اللي تنال به القيمة، هو اللي يعبد به رب العالمين. ومولانا خلق عباد لا العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والشاعر يقول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن هو عالم. ولدل في النوع ما هي قال، والصحابة اللي فاقوا به الناس تعلمهم لهذا العلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فلما تفقهوا في هذا الدين فاقوا غيرهم، وعرفوا بل منين يوضعوا أقدامهم. وهذا هو اللي انطلقوا منه أهل التراب أصلا في ماضي هذا السلف، اللي انقبضوا به المكانة في البلد اللي هم فيه، وقبضوا المكانة في أي موضع شاوه قبضوا فيه المكانة اللي عرفتهم لهذا العلم، وخوفهم من الله جل وعلا، وعزوفهم عن الدنايا، وعزوفهم من اللي عن الدنيا ما هو إذا اختيروا عنها شيء أشبه منها واسمه، اللي هو معرفة رب العالمين ومعرفة أوامر رب العالمين. ومشاو على النسق وحصلوا به المكانة الكبيرة في قلوب الآخرين، وعادوا قاع معروفين الشناقطة ذي الصورة اللي هم معناها أنهم بلونين يحيدوا عن هاي الطريق لقد لا يخلق قدر من الأمور اللي ما هم. نعم، ما يقولوا لأن إذا ما ترقاش وصى بثلث ماله لعقل رقاش في المدينة اللي هو فيها، يطال يعلم إنسان في تلك المدينة، لأن عقل الناس من هداه عقله إلى تعلم العلم. وبالتالي فالعلم في الحقيقة هو كل شيء، ولذلك آدم يفضل الله عز وجل ويبين فضله، ايش عدل له؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فالعلم الحقيقة ما كيف شيء، يا غير بينا فتنا وقلنا على أن هذا العلم لا بد يعود يصاحبه ويقارنه العمل، ولا بد يعود العالم والعلم هون حتى مجال كيف قال شيخ مجال الماديات والمعنويات. العالم مثلا في مجال الطب اللي يعود يخشى الله عز وجل مثلا لا يعود، ما كيف الناس اللي لا يداوي الناس يعود يحتسب دواءها عبادة لله عز وجل، ولا يعود يبذل لها الدواء اللي نافع، ولا يمل أبدا من ذلك لأنه يعتبر عبادة. كمان الشيخ المحضرة ما يمل ألا يسلم ويقول قدموا، وبالتالي يعود أم اللي، وهذا نختار دائما ركز عليه، أنه يعود كل رقاش في فن اللي هو فيه. مثلا نحن لحظة العلماء لما كيف كانوا مشايخ يقولوا هارك فيهم اللي متخصص مثلا دائرة معالم كلها موسوعة، عالم وطبيب وفقيه وأديب ومغني وشاعر شنو، هذا كامل في شخص واحد. وهذا سببه شنو؟ سببه الصدق مع الله عز وجل وعلو الهمة، لأن هدفهم هو إياك يعودوا محظوظين عند الحاكم، ولا هو إياك يعودوا محظوظين عند المجتمع، ولا وهم فعلا لا يجبروا ذا كامل، اللي مسرد إنسان يعود يريد وجه الله عز وجل يعطيها الله ذا كامل. نعم، غير اللي يعود يدور بهذا اللاح ثمرة واحدة والله مردة واحدة نعوذ بالله السميع العليم، هذا هو اللي ضيعنا. واللي عاد لك تشوف واحد قال لك هذا مثلا فقيه، غير ما مسجل عليه التاريخ انه قط قال اتقوا الله، ولا قط بلغ دين الله عز وجل، اذا جيت تسوي قد يتكلم لك الخيمة اللي هو فيها قاع. وهذا نختار نقول بكل صراحة، احنا راك تشوف مثلا تخرج مثلا منت الفقيه مثلا تقول لا يتزوج، وهذا الكلام طبعا نختار نبه عليه، تقول لا يتزوج بدل ما تعود مثل الفقيه مثلا ما لا يخلى تعود فم مزامير، ولا لا يخلى عكس لا تجي المرأة وتقول للفقيه تقول له امضي عنك الا انحرف عن البيت، لان البيت الان مديور، ما تقول له صراحة مديور معصية الله وهو بيت الفقيه، لا تقول له الا انحرف شوي، واللي ما يقبلها لا تقول له بكل صراحة معناها انك عادك فيه ماشيين عندك قاع اذا شفت المنكر، وعود هو ما هو قاعد يغير المنكر، لماذا هذا من الضعف؟ يعطيك تعود هو أقوى الناس أنك تأوس وقدوة وتخشى الله ومعتمد على الله وتحتسب في علمك وفي منصبك اللي أنت فيه وجه الله ونائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي انفصام النكد بين العلم والعمل، هو خطر الخالد، وهو اللي في الحقيقة تقشعر منه الأبدان
وتتحطم من أجله أركان المجتمع وأركان الدولة وأركان الأخلاق وأركان الفضيلة، وتظهر من خلاله الرذيلة. فالعالم لا بد أن يكون يخشى الله عز وجل ويبني مجتمعه، يرفع هذا المجتمع ويرفع بالأسوة والقدوة. ولذلك مولانا ما قط نزل ماني عالم بعد، أنا شخصيا بن خالق كتاب قط نزل على مدى وقال لها عملي به لا، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ما هاد قد بدا القرية جاء يكون رقاش يقول لهم كونوا مثلي، والعلماء ومناء الرسل والعلماء ويعني ورثة الأنبياء. وبالتالي ما العالم لا بد يعود، وهذا العالم هون مكرر هم اللي يعلنوا، ما هو إلا العالم متوفى شرع الله وحده. العالم يطلع يعرف شرع الله ويعرف العلوم الأخرى الطبيعية والعلوم التكنولوجية اللي قد يعرف منها كامل. وهذا هو كيف العلماء الشناقطة ما تجبر واحد متسول عليه فن ما هو لك عنده منه جزء. وبالتالي أنا أعلن أنه توف هذا العلم مردة كبيرة، ويالت كل حد عنده منه نصيب يشعر بذاك، يشعر لأنه كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين من قبلي إلى أدخل على حداد يعدل المهنة يعرف يحترمه ويعطيه قدره ويمشي يعرف مكانه اللي هو فيه ويقدره، إلى أدخل على مسؤول من مسؤولي الدولة الكبار يواعظه ويذكره بالله بدل من عود جاي ولا طامع فيه إنه العالم وإنه الفقيه وإنه شيخ القبيلة. لا، أنت شيخ وعالم وفقيه، لكن فقهك ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. وبالتالي يعود العلم من أجل العمل لا من أجل الذكر ولا من أجل أن يقال فلان والفلان من القبيلة الفلانية عالم. لا، أنت ما لك من القبيلة الفلانية، أنت الآن أصبحت لجميع القبائل بل ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. و هو اللي يمتدح به الناس كان مثلا محمد بن المقداد رحمه الله اللي كان ترجمان الحاكم العام لما وراء البحار، من يتلاقي يشكروه الشعراء شكروه الا بالنوع والمغنيين وذاك الصور مثلا قولان له محمد بن الحميد لم يكن في محمد عيب الا انه في اطاعه الله شابا عالم عامل اديب ظريف شاعر يمنع الخطيب الخطاب ياخذ الشعر من معان قريبات بعيدات ان دعاه اجابا ليتني نلت ما اود فابدلت مشيبا قد اعتراه شباب. ان يكن شابا فالمفاخر مدت خاضعات لاخمصيه الرقابا فهو باب إلى المكارم لولاه عدمنا إلى المكارم بابا خالف الناس في الزكاة ولكن زاده ذلك الخلاف ثوابا جعل الحول كل آن وفي كل نصاب يرى الزكاة نصاب إلى آخر ذا النوع. مثلا هذا مهم، هذه ترشحات تخلق وهو اللي تنال به القيمة وهو اللي من أين يتلاوي يمتدح حتى أحد أنه رقاش يعود الممدوح ما هو قاع من أهل العلمية غير ذلك ممدح بجانب من هذه الأمور والأخلاق اللي في الحقيقة متوقفة على العلم يعود كأنه لم يمدح. ما أشكى قالوا ما كانوا اللي قالوا له فلان قال لم يمدح، قالوا معناه أنه ما في المقصد زين حتى قالوا أنه معناه أنه ما في المقصد في هذه المقاصد لم توجد لا يقع المدح. الله لا يقع المدح. هم هذه البيئات كانوا يمتازوا عن غيرهم بالموسوعية الفائقة به اللي والما يبهل ينمشي وعدل كتاب ذاك هدية المغيث في نون أمراء الحديث يقول فطري يقول أرحل إلى من يستحق الرحلة رحلتي خلف الفرات أو وراء دجلتي ولصت فيها رحلة الأواهي للجد جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام إلى نجل أنيس لحديث اعتلالي يقول فسار راكبا له على جمل شهرا إلى أن لذلك الأمل الله. ثم أبو أيوب أيضا ارتحل منها أي المدينة إلى مصر كان ذا عجل لعقبة بن عامر حتى نقل عنه حديث ستر صاحب الزر الله. وكر راجعا إلى المدينة أعظم بها من رحلة ثمينة. وكانوا هون يجوبون هذه البلاد على ظهور الإبلي وعلى ظهور باط البقر يركبوا باط على يوديشن هون وكان واحد منهم لا يمشي عنده بقرة يعتقد قاعد فهم ما هو ياسر حوته ويجي المحضرة ويعطي زمن هو يقرأ فيها يعني يحصل قدر من المعارف. وإذا ما معناه على ما يقد يحصل المعارف يكون في المحضرة يقد يعود واحد ضريك في الجامعة يا غير يجمعوا بين هذا وذاك يتم يقرأ ويحاول أنه يتم دائما يحصل المعارف في أوقاته في أوقات فراغه وفي أوقات عطله ولا شرط لحد الا فتنين عاد يقرا اليوم في الثانويه والله في الجامعه يعود ما تلقى قاعد يستفيد من العلوم الشرعيه الاخرى ولا من العلوم اللغويه الاخرى ولا من العلوم باطن الطبيه الاخرى ولا من علوم الالات ولا من علوم الى اخر القائمه
معناها قادر الانسان موسوعيه قاع مهمه موسوعيه لا مفيده. ظهر لما اجينا قالوا له الشيخ لك ساعه قال ميلادي قطيت وشفته بس لشينا مذمه حد يخلي ابوه فراه كتوم ويبقى وراه ملمه مسكين ما تواسى مسكين سيدي ولا الهدار قال لمحمد ولا من المقدار ولا من معلوم عهد والدين بذل فيه جهد وراعي كل كتاب عنده فوق اخر مطروح بين اللي مخصوص واحد وبين اللي مشروع ومن الثقله مات لوطه ويصر مك عن كل طوطه ويقدر من الاخلاق حوطه والبيق على الروح والهم الجرح يوطه ما حس المجروع ومن الخلق اللام كيل كلول ومفروح هذا لا يجي مقيل هذا لا يروح. ما هذه امور مهمه اخلاق تجبر بهذا هذا ما ينالوا هذا لا ينالوا الا بخشيه الله عز وجل. هذا متعلم نعم به اللي العالم العالم اللي علمه يدور ويدور به المال هذه كارثه. هو العلم يجنكر بالدعوه هو العلم هو هلن خالي يقولوا عن النخله لما ما تجنكر تعود ولا تلخص ما هو تثمر يا غير تعود ولا تلخص ما تعود فم ثمره يعني. والعلم اللي ما يجنكر بالاخلاص نعم. يعود ملاهره في الملان من العلم يا غير لا كيف ولت النخله اللي ما هي مجنكره نعم. ولت لخص علم ولخص قال الشيخ محمد ولا ابوه العلم بالدعوه تعالى تمثل بالتصفاق في الاخلاق وش به عالم محبوس على علمه والله عالم صفه مال قال يا رحمه محمد سالم العدول قال له غنى ولا احمد ينفذون في تفتيق وقاسي الله ولاني ناصح حد بيرفد منه خطيط فم الحاسب هذا امر مهم معناها العلم يشنكر العلم له يشنكر الا بالاخلاص ويزكى بالبذل منه به ويزيد بكثره الانفاق منه وينقص به كفا شددت الله يا غير احنا بعد قاع سابقنا نشنكر العلم سابق نفقوا منه نختاروا قاع نحصله هل اشكاليه نظرك على ان اللي مش هل ان توجيهنا لطلباتنا هل انه يشنكر وانه ينتفق منه موجهين هذه الطلبات القله بان الناس قاع ما تابع علماء كامل العلم عاد قليل ورثه إلا قلنا العلماء يشنكروا علمهم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وقلنا لهم يزكوه ويتموا ينفقوا منه ويتموا يدعوا المولانا به ليه نقولوا للناس اللي ما داخل يديها شيء من العلم أنهم ياتي تتقدم قدامه وتبدأ تتعلم وتعرف العلماء في محدين ما حصل العلم يكون لين الشيء من عز بن عبد السلام اللي كان سلطان العلماء حصل بعد فات كبير الله ويعرف متى يقبح التعلم ومتى يحسن الجهل ومحمد بن جرير الطبري اللي عاش 84 سنة مات 310 عنده 84 سنة ولاقط شتغل ما هو تحصيل العلم وكان إذا جمع يجمع شوي من النقود يشتري به القناديل وكان يقول إني لأستحي من الله أن أفسد سواد الليل في غير القيام والمناجاة وأن أفسد ضياء النهار في غير المطالعة والتأليف وعاش مات عنده 84 سنة اللي هو محمد بن جرير الطبري شيخ المفسر حق بعد محمد بن سحنون القيرواني كان يشترط لين تجي مادة تناديه الأمر اجتماعي هم المرابطين وعيط لهم الامر الاجتماعي يحضروا للصلح ويجوا له يعدوا عقد اجتماعي المده يشترطوا عليهم ان لا يكلموه يقول لهم لا تكلموني الا بقدر حاجتكم واجعلوا لي من البيت زاويه يعود يطالع فيها وقالوا انه مره طاح في جرف وهو يطالع في الطريق فكان لا يفسد الضياء يتم لا يطالع لا يطالع هذا محمد بن سحنون القيرواني هذا والد ابراهيم التنوخي فقيه المذهب وكان العلماء قديما مهتمين بالعلم حتى والنووي هذا اللي الناس الحمد لله تعرفه كامل ومعرفه عنده الموريتان وعنده كتاب رياض الصالحين وتبارك الله ينقرا دائما في المساجد شرح توفي عن 84 عنده شرح مسلم توفي عن 84 سنه هو كامل ابو الشافعي لا توفي عن 48 سنه لا 48 هو كان مذهب الشافعي كان شافعي المذهبي وقال وصنفوا عبد الفتاح ابو غده جابوا في قائمته ذيك الكتاب وذاك الكبير اللي يقول للعلماء والعزاب جابوا منهم والله جابوا هو منهم وجاب منهم الطبري وجاب منهم محمد بن سحنون القيرواني واحمد بن عبد السلام ابن تيميه الحفيد ما ارشد الحفيد هو اللي الحفيد هو اللي جاب احمد بن عبد الحليم من عبد السلام احمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيميه الحراني هذا الصغير منهم جابوا كتابه هذا العلماء والعزاء والله وكان العلماء يجتهدون على تحصيل العلم ويجتهدون على جمعه ويهتمون بكل شاردة واردة وبالتالي ما يقول اضطربت اقدامه ليخلق ذاك اللحن ذيك التراب قال اضطربت اقدامه من نحو الرسخ في قول غيلان حراجيج الخ مسكين وبعضهم نسبه الى الخطا وناسب الى الرواة غلطا فقال قد عيب على غيلان ما قال فقال في الجواب انما قد قلت آلا اي بتنوين كما افاده مغني الذي محكما وبتنوين الفعل قوم اول اذ يعني تعابي لا تنفصلوا واللي بعده يقول زيد هاي الواحدي ورد في قوله الا دعاء وندى زيد هاي الواحدي ورد في قوله الا دعاء وندى وكانت كان اللحن هو يهتك الدول ويفسد قاع القبائل
كان الواحد ينجل حن يغد من ذيك التراب اللي نحن فيه. والله واحنا رايك عاد نقع الناس اللي تقعد تتبجحوا بالله احنا لو سايل لا ما الحن قاعد يغد ما الحن ولا يعود يغد الناس يغد وترى كل شويه على قوم من قريه اهل لوط من قريتك منهم يا سيد الطهر معناها ان مياهنا كانت نقرا وظاهر لان موجه هذه الناس اللي في السلطه وهذه الناس اللي موظفه موجهه لان تقرا فرض عينها وتقرا شيء تدخل به الجماعة وتقرا شيء تعبد به مولانا هو حد ما عنده شيء عبد به مولانا عبادته ما هي الصالح وحد ما عنده شيء داخل به الجماعة الى قعد له يتم الا الناس ترد هو ما عنده شيء رد ومياهته تقرا وذي الناس اللي في وسائل الاعلام تحرر وتتكلم قالت تقرا اللي قالوا علم النحو وعلم اللغه العربيه ومفردات اللغه العربيه وعلم الصرف وتشتري كلمات لها تلحن وهذا الفقهاء اللي والله الناس اللي طلاب المحاضر وطلاب المعاهد من قالتهم يتهموا يقراوا العلوم الشرعيه ويحاولوا كانوا يتضلعون منها ولا يعود حد رافد شهاده كبيره في الشريعه هو ما عنده عنها خبر. كريم. ما حد رافد شهاده كبيره في الشريعه هو ما عنده عنها خبر. فلان تخرج من معهد شرعي قالتهم العالم والله فقيه والله قريب من ذاك ولا تتمدى لا تغتر بهذه الاشكال وتعرف ان هذه اشكال. لأن الشكل إذا لم يكن له مضمون لا قيمة له درعتك أنت يا رأيك أنت عند الله الشكل ما هي من بظاهر معلوم إذا باعها لك حد بثمن بظاهر معلوم ما لك يتقبلها حد باع لك درع من بظاهر الصين بثمن درع من بظاهر معلوم ما لك يتقبلها حتى حد راه التاقطة كبير على أنه عالم في علوم الشريعة وما عنده لها خبر هذا ما يتواصل يعني تستحيين الله سبحانه وتعالى وإحنا علماءنا قاع ما كانوا يهتموا بذا بها اللي الشيخ هاب رحمة الله يعني عليه قالوا اللي مشى وثيقته اللي معدل المستعمر من هون كاتب له فيها لانه امي هذا من المفارقات الغريبه الشيخ هذا مكتوب له وثيقه مروره لانه امي هذا من المفارقات الغريبه معناها ان مياله الناس كامله تحولك انا تقرا وترجع للعلم وتبدا تجمعه وتشتغل في ايام فراغها وتعرف ان هذه الايام اللي هي ايام الفراغ الان واللي الناس كامله كل الحمد لله عنده فراغ في رمضان به اللي الناس تطلع الى الساعه التاسعه أحد على الأقل بين صلاة الصبح والتاسعة يقرأ ثمن والله اثنين من القرآن يقرأ حديث والله اثنين يقرأ حكم والله اثنين من الفقه يقرأ بيت والله اثنين من لغة العرب يقرأ قاعدة والله اثنين من قواعد الطب يقرأ بيت يقرأ قاف والله اثنين من شعر من أغنى حسان يحاول كان يوظف وقته ما يعود الله دائما والوقت قال الوزير الصالح من مباراته والوقت أنفسه ما عنيت بحفظه وأراه هو الماء ما عليك يا ما عليك يا ضيع واحنا نضيعه في شمال طائلا من ورائه، الناس الان الحمد لله في رمضان تسهر لين اخر الليل وتسهر في باقي الواحد يشرب وتاي زين حد يشرب وتاي غير على الاقل بين الكاس والكاس تمدد شد شنو اخبار العلم والله تقرا حديث والله ايه تتعمر اوقاته شوي ويسهروا لين يصبحوا الصبح هذا السهر يعمروه بطاعه الله تعالى يعمروه بطاعه مولانا يعمروه بعلم يلتمسونه او بذكرين يستفيدونه ويدونه صحائفه او باستغفار يمحو عنه السابق عهده وشو كان معدو شو من ذا والله لنا الشيخ تبارك الله يقع مفيد لطاشينه يعود اللي يشول ويوسع عليه يعود مد بالطابقة حق فيهم ادب وفيهم فضل وفيهم سقانا كريم بين قوم اكارمي كؤوسا كعين الديك بيض العمائم وقيمة المفتول واطيب السكري وافضل جلاس واقيم قائم هو باش يتم لا باش يتم باش يتم شماتته ماك سعد هاي ظل انه ماتت خالق يا جماعه باش يتم حالته تعود تاي مضبوط به اللي تخلق فيه افاده يخلق شيء من ذاك القبيل وهذا هو اللي كانت الناس فايقه به انا ما كان وقتها ضايع حتى ما خليت اشمر حد ما استفدت منه شيء كيف قلت يسوى قاع ذاك الشيء حكمه تؤخذ منظومه يسوى في قاف ويسوى في طلعه ويسوى في ابيات ويسوى في بيت واحد ويسوى في كذا هذه كان 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 موجود وعجيب عنكم من يتخرصوا العلماء الموريتانيين تجبر الواحد منهم كان جامع شيء عجيب تراه اديب هو من نفسه واخلاقي وشاعر ومغني وفتى ومطار مستقيم الطريقه وقوام لليل وصوام للنهار فسأل به الحره يشهد بالصيام له وكالكلب الصيف تغلي الماء رمضاؤه وسلك ذلك صنبر الشتاء به تشهد له بقيام الليل آلاء ماك سمعته هو في الحقيقة من اللي يقود مع ذلك يتخلص مثلا قولان الشيخ محمد عبد الله ولا أحمدية فريثاه عبد الله ولا الشيخ سيدية
استدعت الحال فيض المدمع الجاري من أعين المعتفي والضيف والجاري وأعين الشيب والشبان من شزع وأعين العين من عون وأبكار من روعة زعزعت منا القلوب لها ينهد ركن العزاء من كل صبار لنعيما ليس في الدنيا له كفؤ نعي الإمام الهمام القارئ القاري عبد الإله الرضا الأواهي ملجئ من منا به لاذ من خوف وإقتار الى اخره. هو باش يقول لي بتتحويه كانوا نعم. الناس اللي شفت هذا مر لي هذا برك النوع من العلم العلم اللي معاه خشيه الله ويراد به وجه الله هو سبحان الله هم القاده ضر قاده المجتمع انما افرزهم المجتمع نفسه تمام معايا معناها علن معناها علن كما تكون ولا عليكم انا ينعد المجتمع علماء ذنبتهم يخشون الله ويريدون بعلمهم وجه الله عز وجل ويربون النشأ على هذا ما لا يقودهم يكون حد يخشى الله عز وجل لا يتربوا وتلامي تربية صالحة احنا ورك احنا ورك يا طلاب نظرك في الثانويات وفي الجامعات هم لا يعودوا الصبح قادة هذا المجتمع يعودوا متربين على خشية الله متربين على الخوف من الله ويقرأوا العلوم الشرعية كاملة ودكاترة في كل المجالات في الطب وفي الفيزياء وفي المجالات كاملة مسرد عود ذنبتهم وهم في نفس الوقت يخافون الله عز وجل وهذا الحمد لله موجود الحمد لله طلابنا الآن الحمد لله ياسر منهم الحمد لله بالجامعات الحمد لله نشبوهم ونعدلوا لهم الحمد لله دروس الجامعات يخشون الله عز وجل ويخافون الله عز وجل ويحضرون المجالس الحمد لله العلمية المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل وهذا مهم مهم إياك تعود الأمة عندها مادة لا يتقودها ما هي مادة مادية فقط لا هي مادة غافلة عن الله عز وجل مادة مثلا هدفها أسماء أهدافها أن يرضى الله عز وجل والدنيا جاي تقع وزرت تريد الله عز وجل جايتك الدنيا وجايك الخير كامل يقع إلى جاتك وفشيت عنها يبدأ هو البيجة الدنيا هدتك الحد ياسر من ناصر ياسر من ناصر عبد الاسماعيل تلهي وتشغلوا هاي الدنيا وزخرفة ونعم عن 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 وجه الله عز وجل وعن دين الله عز وجل حد من هذه الناس وهالك هالك ذي الهلتي بيه بعد وانتي للهالك هالك وين انت قاعد الفقلك عن قاعة من آدم حصلك والشقة فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم بات بشملك يا صباح من الظهر بهالك هي قاعدة تقطع في الظهر وتمشي بالعجلة وتعرف هذا الهلع هذا الهلع شيخي ما بطعن لكم حديثكم هذا الهلع الآن على شمع المال اللي سبحان الله الواحد يوكل مال الدولة وواحد آخر تاجر يحصل مال يسوم المين بالربا بالتزوير هذا سبب شنو لا رغف عن الله عز وجل الله تعالى لا أربع من الله تعالى قال سيدي للطلبة رحمه اللي له تدخل الأمور مش بهلك تدخلهم بالشو شرط الجميع بالكياس والغيبة والشهادة بالزور عود معاهم لام يساس وتعاهد لك وعية الفجور لا تصحب مد نعاس عرف عند الموت الدور والقبر فيهم والحواس فيهم والدثور فيهم ما يسوى ونحاس رأيتك من هذا من الصور يا الله لي مفلح مواس في السياسة والحماسة مثل فيهم ما هو مجبور الحماسة والسياسة أعرف عنهم ما هم ليه يردوا ما حضور عنك لعل تتناس ويعقب الدهر من فمي لآخره هذه الناس كانت طيبة وكانت الناس كانت مهتمة واللي وصل رأيك ظهر لي عن المدح قل الرموز به اللي قلت فيهم المقاصد هذا لا يعود علماء ولا تلاو يعود عبات ولا تلاو يعود باط فتيان اللي قاعدين قالهم يا يعودوا ما ينزلوا الحمد لله الشيخ المتالي رحمة الله محمد فال براوض المتالي اللي انت اللي يمدح الحمد لله والعبيد الكبير اللي يسمع ذاك اللي ينقاله مش شالوا مديحيته ذيك الطويلة النونية اللي ما طلعها لمست معالمه هذا العلم يكدمني قفرا على حين إدبار من الزمنية ماء مطموسة غفلا شعائرها تثير للصب أدهى البث والشجن قد سيمت الخسف حتى سامها سفها ظلما وهضما أخو الإفلاس والإحن وآذن الحال أن العلم مقتبض والله لا يخلف الميعاد يا حزني والحمد لله إذا أبقى لنا علما بباب دار من التحقيق في أمني تبارك اللهم بالدار من كرم ومن نفيس الرفيع القدر والثمن ومن شفان من الإتقان مترعة يمسي ويصبح منها الزور في عدني كلم وماء بقطر ذي طوى وضمن ألجأ إلى مخة العرقوب
والأسوني لن يعقب يقول له فالله يبقيه ما كان البقاء له خيرا وكب به الغاوين للذقني مفتاح أغلاق أبواب الذي سطرت أيدي شهابذة النقاد والفطني يعني يقول ندم يشمر عن ساق إذا ما قصرت عن العلا همم الأقمار والعتني ولا يعانده فيما يؤسسه لا معاند دين الحق والسنن ومن أمر عقار الجهل ريقته ذا الحارك أو ابتلم بعمل إغماء والوسن ومن تلاعب لما عسر به حتى أراه بهذا القاع كالقنن العقب يقول ليثم يشمر عن ساق إذا ما قصرت إلى آخره كانت الناس تتبس دحلها بالعلم وبتحصيله وكانت الناس هم اللي ينقال تنزلوا قاع يعني الإشكال يا الناس ما تات مهتمة بالعلم يقول لا إياك ما نعود إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا عاذنا الله وإياكم من ذلك ظهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم حد يعود لهم حبيب للمسلمين يحبوا لهم الخير من لا يدعي لهم مولانا يتمثل قولان الموريتاني حبيبي لست أوزر عن حبيبي وما شأني مضاغنة الحبيب وإن ظهرت معائبه عليه أجر السابغات من الجيوب على أني أخس الناس صنعا وما أنا بالأديب ولا الأريب ومن طلب الحبيب بلا عيوب يعيش طول الزمان بلا حبيبي عشان عنهم إن شاء الله يولوا الخير كاملين وتفتح لك الأبواب بالطابقة كاملة واللي يفتحها لك الساعة له ولا هي يفتحها هناك وراش إن شاء الله نعم. رب العالمين جل وعلا نسأله الهداية والتوفيق لنا ولجميع المسلمين وعلى كل حال هذا أمر ما مختلف فيه عن العلم أنه مفتاح كل خير وعنه ما يقدم اللي يتصل الخير بدونه حق به اللي أعظم الخير وأفضله تحقق العبد بالحقائق العبودية لرب العالمين وهذه دون العلم مستحيلة ما تقدر تصح لا بد من خشية مولانا في القلوب وهذا هو اللي تصلح به هذه القلوب الخوف من الله جل وعلا ومولاه يعود لا يحب أن يجده رب العالمين حيث نهى ولا أن يفقده حيث أمره يعود يستحي من رب العالمين استحياء الواحد من الناس من رجل ذي هيبة من قومه ناكس بعده قاعد يشوف اللي يستشعر مراقبة رب العالمين يعني يعرف أنه يراقبه في كل وقت تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويستخدم من الذي عاطيه مولانا من العمر هذا اللي مخلق له سابق يفوت الأوان وكان نجل عمر يقول قولا له تنفتح العقول من صحة الخلق قبل ما أنت برضا ومن حياتك لموتك بكل رضا أكس بعده عبد الله بن عمر كان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أكس بعده وكن في الدنيا كأنك غريب هذا هو الحديث أنك غريب أنه عاد سبيل وكان نجل عمر هذا بل ينحكته في نظم الأربعين كن في ذه الدنيا حديث اشتهر رواه عن خير الورى نجل عمر إلين نقول وكان نجل عمر يقول قولا له تنفتح العقول من صحة الخلق قبل ما أنت برضا ومن حياتك لموت وفرضا اللي ياك يعود الوقت يستغل وقت من يستغل الاستغلال صالح يعود رأس مال يهدي هو رأس مال اللي يحصلوا فيه الخير وندفعوا عنه فيه الشر أسف شي نتأسف له إلين نوخوا على رجال من الموريتاني قعودين في الشارع ينزلوا وانت والله ينزلوا كارت والله رجال ناخذ عليهم معايا يعودوا في باديه رجال ينزلوا كارت بعد كشف وحدين ينزلوا غاب تبدل يخسر عليهم الوقت ويقول لك بعد اني جربت فيها روايه عنها من كثر الشيء نعرفه للوقت نعم نعم بالله والبنين وعام ماضي تميت متواطي انا وحد معايا عرفني يصل من سلت ينزلها اللي خذوني منزل جماعه ينزلوها قال لي جماعه معلم سفر ما لت حد يذكرهم قلت له والله الا يا الله يا غير انا بعد من نفسي ما نعرف كانها جاي زال قال لي بكاش قلت له خايف إذا جيتهم الشوف نزلوا من العتبة ماني قادر أخوى عليهم ماني قادر أخوى عليهم ذيك بلية من البلايا واكتل الوقت الخارج هي ذيك لكن سمعت ما تخلي شو من الوقت وأطمن ذاك على أنك تشوف الواحد لا يقبض الراحة عنده الحمد لله الفضل مش يقبض الراحة يقبض ما تجري عليهم الوقت المختار ما هو شبعته تجري الوقت المختار تجري عليهم صلاة المسير ولا يصلي في المسير هذا معنى من بعد ما هم الصنتين لنصيحة سيدي للطلبة رحمه بخير سيدي ينصحهم وذلك الناس أن الزالم من بعد يقول لهم عقاب نصيحته رعيتك من يفوت الوقت المختار وانت له تلعب سيس والله في ايدك بيلوت فيها الفالق والضم وديس والله تسمع رجو بيروت والله تسمع رجو باريس هذا كامل كله منعوت بأنه هو محضة وسويس القلوب ومزال يفوت
ويفوتهم اللي بيستكيس، يفوت اسم الجمهورية واسم النائب واسم الرئيس واسم الحاكم والميرية، يفوت اسم ملي جستيس تليفه كامل استكيس الحق. هو أيضا من الأمور اللي يرثى لها أنك تشوف الواحد موظف كبير والله تاجر كبير فقط ما عنده يكون هذا، إذا قاس مثلا قريتهم ما لا يطرش ولا يعلمهم حكم ولا يدعوهم إلى الله عز وجل، والعكس إن يعود عنده مال يختار الله يعد الراحة بدلا من يجي يسهل وينفقوا فيهم ويساعدهم به والله باطل يشتري من أباتيهم ويرفدهم فوت وهذا مش يجلس الخارج يبذل هاي الأموال في متاجر الخارج وفي طائرات الخارج وفي شيء بلا فائدة، وهي أموال المجتمع المسلم اللي محتاج لها، وهذا ناتج هذا من نواتج الجهل. هذه ضريبة يدفعها الجهال لأنهم هذا هم يدوروا الراحة، والراحة يا الله تعود إلا أنك إذا لا يتوكل يعود حلال، وإذا لا يتشرب يعود حلال، وإذا المكان اللي قايس يعود مكان حلال، لأن قيسك الكفار خطر عليك بأن الله عز وجل يقول ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. المسلم يا طويل اسم الكفار يكون ضرر قصوى لا يداوى والله لا يتعلم علم يفيد منه أمته إلى رجع لها، وأنا بعدها ظاهر العلم يا طويل لا يكلم عليه يا طويل لا يتنبه الناس عليه نعم به الأعمار الأعمار بيد الله عز وجل وحمي أعطينا قعدوا في بلد إلا ونرضى وأن نموت فيه، أعطينا قعدوا مع مجتمع إلا ونرضى أن 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 مثلا على أن نقبض في ذلك المجتمع، وبالتالي يا أخي انتبهوا لهذه القضية، نعود مثلا أوقاتنا إثما عندنا من اللي نضيعوها في شمن الرحلات اللي ما هي للدعوة ولا هي لدين الله ولا هي لرفع راية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هي لرفع يعني شأن من شؤون أمتنا ولا هي لتعلمنا ولا هي لبذل العلم. هذا المال اللي مشيت به الشغل الخارج قالتك بوضيها رقاش تكريها علم في قريتك اللي انت فيها فم رواية قال نعم من واقع عن التاجر العار عليه دائما يعود لبذل الربح. رب العالمين قال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك عن الحصول على هذه المراتب العليه عند مولانا انه هو ابلغ الربح وعظم، معناه ذاك الله ينفق حقها يعطيك بظل لا طريق مسبوله ومسقمه، كما انه اصلا يكتسب من طريق مسبوله ومسقمه. اياك يعود ذكاء الله ينتفع به ان شاء الله تعالى كيف تقول، ويعود روايه مطابقه ومتعدله وله يحصلوا بها المراتب. وانا قاعد ظاهر لي مولي على الشيخ شار القدر من ليك الامور ويتحفن بعض ليك الامور يذكرني لي هذا الميدان اللي امر مهم جدا ويعطوني. نعم الشيخ احنا ظاهر لنا كيف قال الشيخ يارثي الناس اللي لا تشهد على روسها وتعرف علنها، هاي لغات اللي تسأل عنها واللي تسأل عنها وتعرف علنها اللي تسأل عنها ذي الاموال وتعرف على انها اللي هي تسال وتعرف انها اللي هي تسال عن ذا العلم اللي مخاطب انها تعلم ومخاطب على انها تعمل به اللي لا ما عملت به لا يعود وبال عليها، انت قبل انك شرط قبل اللي فقيه عيال لا يعود بيت وقاع الله المستعان. قال ان خرشي بن عبد الله طلعنا عليها لانه لينا تم لينا هواله من تدار في البيت ريت تويك مع منتو، قال والدته الاخبار شنو فلان اخبارها، قالت له فلان اللي جاتهم شتروا ودروا، قالت له فلان اللي عندي عنهم فلان اللي عندي عنه قبل اسره جديده، قال لي عيطي له جاته سمعي انت، قالها هاي تخطاي هالو وتخطاي له واحده ثانيه وتخطاي له واحده ثالثه بعدين عاد واحده رابعه تعالي تعرفين كبوك، قالت له هذا شنو، قال لها لا الشريعه، قالت له يعطي الشرع اللي تهاب الرقبه، قال لها ما هي رقبتي انا بعد ما هي لقيت الخرشي بعد يعطي الشرع اللي تهاب الرقبه، هذا مثال عنده المريت والله ومثال مولي قاع مكبر حوتها عليه ذيك المقامات تصلي دائما ويدخل معها واللي 120 ثانية أرقام مطينها أهل إنها مقامات طويلة ولا بد لها من قدر من الوقت من دعات حلقة ما تأت من طويلة ما تقدر تغوص فيها يلي لا إشارت لها إشارات مختطفة والله خاطفة والله اللي نضيك إشبه حديث يقول مختطفة من خاطفة يلي عاد حالك علت أترت ولا مختطف
ما هو خاطف الا عاد مختطف وتوفوا اللي هو ما هو خاطف الاصل لا مختطف الا عاد مختطف هنا يا غير ان شاء الله تعالى الانتجار ادعو مدى حلقتنا الاخرى ان شاء الله تعالى تشد مدى اخبارك المقامات وتغوص في بحارها وتمشي معها وتشوفها كانها تغرف منه كان ان شاء الله ينتفعون احنا منها وينتفعون الناس اللي مهتمه كاملها وهذا القوم اللي مهتمين بهذه البرامج اللي انبتها يختص بحد صغير عن حد كبير وذاك اللي يتكلم ويقول عن يا الله يخرج التعلم وعن العلم انه ثمين زاد هو فصل في العلم لا ما هو ناسيه زاد هو لا فاصل في العلم وفاصل في التعلم ولا هو ولا فهم تزكيه للنفس من ذيك الناحيه غير فهم تذكير ياك نعود احنا كاملين عارفين عن الظرف العموري عنه هو كامل ظرف للتعلم حاجه وعنه ما يقدر يصيب عنه حد ما حد ما تعادل شهر زي وذاك ما هو له يخلق شهر ما هو له يزيان والتعلم ما هو له ملي شيان لا يتم اللازم يسوى السن اللي فيها رقال وقطعا عن كهل يقرا خير من كهل يقول شي ما هو صالح ما قال يشوف اسمع هو كذلك الله يتقبل منه ومنكم ومن جميع المسلمين اصلح شؤونكم ويهديكم ويبارك فيكم اصلح القائمين على هذا الامر والذين اعانوا عليه ويعود ان شاء الله حافزنا كاملين على شيء متعدل وشيء صالح الطريق يعود يوصلنا رضا الله جل وعلا ويوصلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ونقدم اليه يوم القيامه غير خزايا ولا ندامه وما ذلك على الله بعزيز بارك الله فيكم أسأل الله لي ولكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته